السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياتي الجديدة في ريفيت 2019 إن أنا لو عندي أي حاجة دائرية، يعني مثلا لو جينا كده في الأركتكشر ورسمنا الحائط مثلا بالشكل دوت، وحائط تاني بنفس الشكل، ورسمنا ريلينج، رسمنا أي حاجة تانية، سلم دائري، أي حاجة من الحاجات ديت، تعالى نرسم سلم دائري، ستير. اقول له موافق. زمان ما كانش بيخليني اقدر ارسم دايمنشن بين النقطة دي مثلا النقطة ديت، دلوقتي بقى بيرسم. حتى لو انا دخلت مثلا في الليفيشن ممكن اقول له بقى انا عايز ارسم دايمنشن مثلا من هنا مثلا للحائط دوت، فيرسم هو عادي بدون مشاكل خالص، مثلا من هنا لهنا. فدي من الإضافات الكويسة في ريفيت 2019 إن أنت تقدر ترسم دايمنشن بين حاجة دائرية وحاجة تانية دائرية، أو حاجة دائرية وخط عادي مرسوم، أصبح بيرسم تبع الخط الموجود في القطاع دوت.